أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في برنامج استديو الإخبارية، والآن إلى أخبار البلد. خبرنا الأول بتصميم الأزياء، سعوديات يطمحن للعالمية. في هذا الخبر ضيفاتي الكريمات في الاستوديو كلا من شيماء جوري بكر وهي مشاركة في المعرض. مرحبا بك شيماء. أهلا حبيبتي، مرحبا بك. شكرا. أيضا ابتهال المشيقح وهي رئيسة اللجنة المنظمة لمعرض فاشن إكسبو. مرحبا بك ابتهال. يا مرحبا فيك. لحين أبدأ معك، يعني إننا بنتكلم عن فكرة المعرض بشكل عام، ما هي الفكرة؟ احنا حاولنا انه نخلق شيء مميز، شيء جديد على نظام او على نطاق المعارض عندنا في السعودية، وبالتحديد قطاع الازياء. فكانت فكرة المعرض من جزئين، الجزء الاول قسم خاص بالفاشن شو والقسم الثاني للمعرض. القسم الخاص بالفاشن شو هذا بس مخصص للنساء وخاص ايضا بالدخول للنساء، والمعرض في للعوائل. للعوائل. طيب وش كان الاقبال اكثر عليه، على القسم الاول ولا الثاني؟ الحمد لله الاثنين الاقبال كويس، لكن قسم الشو يعني صار شيء فوق المتوقع. وش كانت العروض المقدمه فيه؟ عروض الازياء، تصاميم، جلابيات، عبايات، فساتين، يعني منوع. جميل. شيء ما انت شاركتي، لك مشاركه في المعرض، تكلمي عنها. مشاركتي في المعرض مشاركة مقدمة للحفل، يعني أنا توقعت أنه هو هيكون حفل بسيط، لأنه أنا بالنسبة لي لما قالوا لي أنه فاشن إكسبو في الرياض، أن الموضوع خد معايا تقريبا بتاع يوم تقريبا لأستوعب أنه هل فعلا الرياض هتقيم حفل كبير زي ده. فكنت فخورة جدا، وشكرا لابتهال وشركة إمباير والإيفانت أنه هم اختاروني أني أكون متواجدة معهم في الحفل. بس لما رحت بصراحة ما توقعتش إنه الحفل هيكون بالنظام دوت وبالترتيب دوت وبالمصممات، كمان أعمارهم صغيرة وما شاء الله عليهم، الأفكار اللي عندهم يعني أكتر من رائعة. فعلا هم يستاهلوا إن هم يروحوا للعالمية، لأنه دي كانت فكرة الإكسبيشن هنا اللي إحنا عاملينه، اللي هم عاملينه هنا في الرياض، إنه المصممات السعوديات يوصلوا لمرحلة العالمية، وفعلا الديزاينز بتاعتهم أكتر من رائعة. أنا كنت بس مقدمة الحفل، وفجأة لقيت حالي إنه إز لايك، يعني عارفة كيف أشرح لك الموضوع، إنه مثل طفل صغير، يعني حسيت إن أنا مني فيهم، إنه هذا الشيء بتاعي، بس مش مجرد مذيعة جاي أقدم الحفل وخلاص أمشي. فجميل، كان رائع بصراحة. يعني فيما يخص الأعمار، نقطة مهمة أشارت لها شيماء، يعني كم أعمارهم تتراوح وش تخصصاتهم؟ المصممات يعني. أي المصممات؟ من العشرين إلى فوق ما شاء الله. من العشرين؟ أي إلى فوق. لا يعني ما شاء الله، حتى حاولنا أن نسوي دمج بين المصممين العالميين والمحليين وكمان الخارجيين، يعني فصار في زي أنه زي دعم أيضا للسعوديات اللي معنا، حتى المبتدئات المصممات حاولنا أن نحتويهم بهذا الإيفنت. كم مصممة تقريبا موجودة كانت؟ فوق 15. طيب لكن المعرض ضم أكثر؟ لا أكيد، أنا هذا اللي للشو، لكن في المعرض في أكثر من 30 مصممة. 30 مصممة. طيب لكن في عروض أيضا، هم كلهم سعوديات، وفي أيضا أقسام أخرى اشتملت على بالضبط. يعني عندنا مصممين سعوديات، عندنا من الأردن المصمم ليث معلوف، المصممة التركية قناي حافظ، عندنا المصممة السعودية المشهورة منى المنديل، المصممة مشاعل النصار، يعني أنا ما ودي صراحة من الكويت برضو. كمان من الكويت عندنا شركة مونتانيا. فما بي أنا أقول أسماء أحدد، لأنه عشان ما أقصر بالناس الثانيين يعني. طيب جميل، لكن وش تميزت فيه التصاميم السعودية تحديدا؟ هي كانت مختلفة صراحة، يعني أنا توقعت إن أنا هلاقي بس عبايات، بس ما شاء الله عليهم الفساتين بتاعتهم رائعة، يعني ما يختلفش كتير عن أي مصمم عالمي بيعمل فاشن شو على البيج ريد كاربت بتاعت اللي هو هاو يو كول ات انترناشونال فاشن شو. لكن اليوم المرأة السعودية صار لها بصمة مميزة في عالم الأزياء والتصاميم، يعني أنا أتوقع إنها لو بس ينفتح شوي المجال، إن شاء الله هذه بداية خير، بس لو ينفتح المجال راح تنافس مصممين عالميين على مستوى عالمي إن شاء الله. طيب كيف ممكن إحنا نفتح مجال للسعوديات من موضوع التصاميم؟
ان احنا نديهم فرصه ان هم يطلعوا للخارج، وان هم انه هاو يو كول ات، انا عندي مشكله في العربي، بس انه لازم يعني they have to prove themselves, they have to get out، يعني لازم يروحوا لازم يدرسوا لازم يشوفوا، هو دوت اللي هيخليهم اكتر كلوز ان هم يروحوا للعالميه. دي الحاجه الوحيده اللي هي لازم تساعدهم، انه ايفنت زي دوت اللي هو فاشن اكسبو انه هو يتعمل بالسعوديه الى حد ما خلينا نقول بنسبه 60% اديهم مساحه ان هم يطلعوا افكارهم، وبيزيدهم كمان خبره بعدين بالمرات الجايه. انا متاكده 1000000% انه هيكون مختلف عن المرات الاولانيه، وهتجيهم خبرات ثانيه اوسع. فهمتيني؟ جميل. المهم انه ينفتح المجال يعني، بس المهم انه ينفتح المجال، وهذا التخصص يعني مو بس مجرد انه اوكي انا ديزاينر بس بفتح بوتيك وخلاص، هي جالسه جوا البوتيك. لا ممتاز. يعني التخصص بس كيف قصدك انه اكاديميا، يعني ان الجامعات تخرج مثلا هذا التخصص، ولا انها تتخصص بدورات؟ او اكيد اهم شيء انها يعني تكون عندها فكره عن الازياء بروفيشنال يعني. طب العينات اللي موجوده، المصممات الان اللي عرضوا ازياءهم او تصاميمهم، كانت لهم تخصصات في هذا الجانب، اخذوا دورات ولا كانت تعتمد على افكار؟ لا لا، البعض ان هذه موهبه يعني عنده او هوايه يعني عنده، لكن البعض الاخر عنده يعني شهاده وفي شركات تخصص وفي شهاده يعني متخصصه شركات متخصصه بهذا الشيء. طب خلينا على النطاق المحلي، لو نبغى نوسع، هم يطمحون للعالميه، لكن لو وسعنا نطاقهم داخليا يعني على مستوى مثل هذه المعارض، كيف تشوفين فرصتهم في الداخل؟ كيف احنا ممكن نخليهم ينتشرون اكثر على مستوى معارض اكثر، مع عروض ازياء اكثر؟ بالضبط، عروض ازياء اكثر يعني بالزبط. انا لاحظت كيف الناس مره حبت موضوع عرض الازياء هذا اكثر يعني من الاكسبشن، مع اني كنت انا شوي انه خايفه من هذه اللي بنسويه، انا ما ادري كيف راح يتقبلون شيء جديد كذا، واول مره في السعوديه يقام بالشكل العلني هذا بالتصاريح، يعني الحمد لله انه اعطونا تصريح لهذا الشيء. ف مرة كنت خايفة. كنت تاخذون التصاريح إيه قبل؟ إيه عروض الأزياء، حتى بعض الأوتيلات اللي كلمنا اللي بنحجز القاعة عندهم، لا عرض أزياء ما يعني شوي، عرفتين الفكرة شوي يعني، لكن الحمد لله يعني الجهات المختصة ما قصرت معانا وتقبلوا فكرتنا وحاولنا نوصلها لهم بالشكل الصحيح، والحمد لله يعني معانا تصاريح كاملة لهذا الشيء، وأول مرة في السعودية يقام بالشكل العلني هذا. فيه كان يقام لكن مو بالشكل. تتوقعين انها بدايه يعني بدايه انفتاح؟ ان شاء الله ان شاء الله، انا جدا متفائله يعني بهذا الشيء. طيب شيماء، انت شفتي التصاميم، قلتي انك شفتي جلابيه، توقعتي ان التصاميم بتكون مختلفه، لكن تفاجأتي بالتنوع. بصراحه انا توقعت ان هي هتكون عبايات فقط، بس ما توقعت انه ممكن يكون في فساتين سهره بالاختلاف اللي هم كانوا عاملينه. حتى كمان كان عندنا مصممه او اثنين عجبوني، غيروا فكره العبايه تماما في نطاق العباية بس بشكل تاني مختلف. يعني هم عندهم الابتكار، يعني عارفة لما الواحد يكون عنده هدف وحابب ان هو فعلا يحققه وحابب ان هو يغيره بطريقة مختلفة، يعني تبين الشخص نفسه. يعني كل مصممة كانت طلع فساتينها تحس ان كل فستان شبهها هي، يعني فعلا عاملاه من قلبها، يعني مش مجرد تصميم نقلاه من حد تاني، فعلا كلهم كانوا مختلفين، كل واحدة كانت مختلفة عن المصممة التانية. طيب وده شيء كان كتير كويس بصراحة. أكيد. طب ماذا عن الحضور؟ يعني كيف تقيمين الحضور، نسبة الحضور؟ لا رائع. الحمد لله. يعني أنا أقول لك يعني كنت مرة خايفة من ردة الفعل، مرة كنت خايفة، بس الحمد لله اللي شفته مرة شيء يثلج الصدر يعني الحمد لله، وإنه مرة حابين الموضوع والكل يثني إنه كويس، يعني برافو عليكم اللي بديتوا. طيب ان شاء الله نحتاج اكثر. طب بس العرض كان مقتصر على يعني مشاهدة التصاميم، ولا كان في بيع يعني لها للتصاميم الموجوده المعرضه؟ بيع التصاميم داخل المعرض. داخل المعرض إيه؟ يعني كيف كان طيب الاقبال والشراء؟ زحمه وايد. الحمد لله. زحمه وايد. لا الحمد. طب والاسعار بصراحه، يعني احنا نشتكي احيانا من هذه المعارض الاسعار. شوفي انا ما ابي اقول لك لا اسعار، يعني كل مصمم مختلف عن الثاني، واكيد كل مصمم يختلف على يعني الجوده اللي يشتغل عليها، على الماتيريال، على يعني في اختلاف. بس كبداية هي الأسعار معقولة؟ شوية معقولة صراحة. لا 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 معقولة، معقول يعني. يعني ألف فستان تقريبا 2000 ريال، 1500 ريال، يعني ما عدوا 5000 والعشرة والعشرين، يعني هم مبتدئين، وحتى كمان هم معقولين في أسعارهم،
يعني ما فيش اي اكزاجريتنج بصراحه بالموضوع. لا لا مره يعني ما في احد علق علينا على هذا الشيء. ممتاز. طيب احنا وصلنا الى ختام هذه الفقره. شكرا جزيلا لك شيماء جوري بكر، يعطيك العافيه على وجودك هو معنا. جوري بكر بس شيماء هذا اسمك. طيب تسلمي حبيبتي. شكرا. شكرا لك ابتهال المشيقح رئيس اللجنه المنظمه لمعرض فاشن اكسبو. حبيبتي الله يسعدك وانا سعيده فيكم اكثر. شكرا. الان اعزائنا المشاهدين ننتقل الى خبرنا الثاني. طبيب سعودي يبتكر طريقة جديدة لزراعة السماعات الإلكترونية. معنا في هذا الخبر الدكتور محمد الشيخ وهو رئيس برنامج زراعة القوقعة بمستشفى الملك فهد العام بجدة. مرحبا بك دكتور محمد. مرحبا فيك، أشكرك وأشكر قناتكم الكريمة على هذا اللقاء. بداية نقول بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. في هذه الفرصة أنا أحب أشكر أتقدم بالشكر لحكومة خادم الحرمين الشريفين على كل الدعم والاهتمام الذي نلاقيه لتحقيق رؤية أميرنا الشاب سيدي صاحب السمو الملك الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز رؤية 2030، وهي حقيقة هدف وحلم كل أفراد الشعب السعودي. ومن هذا المنطلق نحن كأطباء وجراحين سعوديين نطمح بالتميز ومواكبة مزاحمة أقراننا على الصعيد العالمي، وإحنا إن شاء الله قادرون على ذلك بوجود نعم. كل هذا الدعم والرعاية من حكومتنا الرشيدة. نعم دكتور محمد، من المستفيد من هذه السماعات الإلكترونية؟ حين بناخذ تفاصيل أوسع حول هذه الفكرة بالتحديد ونسبة نجاحها. طيب قبل ما نقول مين المستفيدين من هذه السماعات، أحب أعطي نبذة مختصرة عن السماعات العظمية المسمى بنوع باها. أول من قام بهذه العملية هو البروفيسور السويدي أندرو تشيرلستون قبل حوالي 35 سنة، يعني أعتقد نهاية السبعينات بداية الثمانينات. نعم. هي عبارة عن سماعة عظمية إلكترونية تتكون من جزء خارجي يسمى المعالج الكلامي أو سبيش بروسيسور. هذا وظيفته يقوم بالتقاط الأصوات الخارجية ويحولها إلى اهتزازات تصل للجزء الداخلي ما يسمى الجزء المزروع أو الإمبلانت، حيث يقوم هذا الجزء الداخلي بتوصيل هذه الاهتزازات مباشرة للأذن الداخلية أو ما يسمى بالقوقعة. نعم. وبعد ذلك تتحول هذه الموجات الميكانيكية إلى موجات كهربائية تصل عن طريق العصب السمعي إلى المركز السمعي في الدماغ ويحولها إلى كلام. جميل. المستفيدين طبعا هم من لديهم ضعف سمعي توصيلي او حسي او مختلط، يكون على درجه يعني من الشديد الى الشديد، من المتوسط الى الشديد. وعاده هؤلاء الاشخاص يعني الناس اللي لا يحددون استخدام السماعات التقليديه، منهم من يعاني من خجل في استخدام هذه السماعات التقليديه العاديه، وبعضهم من يعاني من افرازات متكرره في الاذن نتيجة أنه هناك أيضا فشل في العمليات إعادة ترقيع أو ترميم الطبلة. نعم. لأكثر من مرة، وأيضا تصلح للناس لديهم فقدان سمع كامل في جهة واحدة والجهة الأخرى سليمة. هؤلاء الناس يعانوا من صعوبة في تحديد الصوت، خاصة في أوقات الاجتماعات أو المناسبات، هاي تساعدهم في تحديد الصوت طبعا. نعم. طبعا قبل عن اي عمليه للسماعات العظميه احنا في هناك اختبار نقوم فيه حتى نعرف انه هذه السماعه مناسبه او لا. طيب دكتور محمد، يعني نسبه تحقيق نجاحها، يعني الحالات التي طبق عليها عددها ونسبتها بالنسبه للتقنيه اللي عملناها؟ نعم. هو حقيقه من خلال اجراء العديد من العمليات في برنامج مستشفى الملك فهد لزراعه القوقعه والسماعات العظميه، احنا بنجري هذه العمليات من اكثر من 10 سنوات على الطريقه التقليديه المعروفه. وبعدها جاتنا فكره عمل تقنيه جراحيه من خلالها نستطيع تقليل زمن العمليه، وكذلك ايضا اعطاء وتحسين الشكل الخارجي للجلد وللشق الجراحي المعمود. النتائج مضمونه ممتازه، وايضا كذلك تساعد في تثبيت الجهاز الخارجي بشكل امن حتى ما يسقط يعني. نعم. والحمد لله بفضل الله تمكنا بابتكار هذه التقنيه على اكثر من 20 مريض تقريبا،
كلها أعطت نتائج مضمونة وممتازة، والحمد لله أنه لم يسبقنا عليها أحد، وتمت تسمية التقنية باسمي محمد الشيخ تكنيك. ممتاز. وهذا حقيقة يكون شيء شرف لي أن أكون أحد المساهمين يعني في كل ما من شأنه من رفع اسم بلادنا العزيزة في المحافل الدولية. نعم. وكما سلفنا مع رؤية 2030. نحن نبارك لك أيضا هذا الاختراع، ونشكرك جزيل الشكر الدكتور محمد الشيخ رئيس برنامج زراعة القوقعة بمستشفى الملك فهد العام بجدة، شكرا جزيلا لك. أما الآن أعزائنا المشاهدين فننتقل إلى القضية. تعودت الأسر المنتجة وكذلك الحرفيين على أن تكون البازارات والمهرجانات الموسمية مصدر دخل غير ثابت وغير مضمون لعدة أسباب، لعل من أهمها الوقت والمكان وكثرة الأعداد، ولكن جمعية أصايل التعاونية كسرت تلك العادة من خلال دعمها للأسر المنتجة والحرفيين بإقامة مكان ثابت طوال العام لتعرض فيه الأسر منتجاتها وكذلك الحرفيين. نشاهد التقرير التالي ثم نعود. جمعية أصايل هي جمعية نسائية تعاونية مقرها بالرياض، تهتم بالحرف اليدوية والأسر المنتجة، وتدعم فنون ومواهب السعوديين والسعوديات، حيث تهدف لبناء شراكات مع المهن الحرة بهدف تجويد الإنتاج وتسويقه ليصل إلى السوق المحلي ومن ثم إلى السوق العالمي. تركز رسالة الجمعية التي تترأسها الأميرة عبير بنت عبد الله آل سعود على إحياء وتنمية الإرث الثقافي من الصناعات اليدوية، وتمكين أصحاب الحرف اليدوية من تنمية قدراتهم المهنية بأنفسهم، إسهاماً باستمراريتهم عبر استقطاب الكوادر المتخصصة. كما تدعم الجمعية جميع أنواع الإنتاج التراثي والغير التراثي ودعم الأسر في مختلف أرجاء المملكة. استديو الإخبارية ياسمين أرصوفان. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. ضيوفنا في الاستوديو في هذا الموضوع كل من بدرية المطيري وهي نائب رئيس مجلس إدارة جمعية أصايل التعاونية. مرحبا بك أستاذة بدرية. هلا بك. هلا والله. مرحبا. أيضا معنا لطيفة أصباحي وهي مشاركة. مرحبا بك. حياك الله. الله يحييك. أيضا عبد العزيز الدبل وهو أيضا مشارك. مرحبا بك عبد العزيز. أهلا وسهلا ومرحبا. أبدأ معك أستاذة بدرية، يعني بشكل عام لماذا جاءتكم هذه الفكرة؟ والله جاءت الفكرة ممكن لها الحين 13 سنة. الفكرة 13 سنة. احنا حرفيين مشاركين في كل مكان، فكل ما شاركنا قالوا وش المظلة اللي تحتويكم، وش المظلة اللي تحتويك. فالحمد لله فكرنا بالجمعية. لجأتم للجمعية يعني ولا لا؟ فكرتم بالجمعية. فكرنا بالجمعية وانضمينا مؤسسين مجموعة كبيرة، وقلنا ما نبغى جمعيتنا تكون خيرية، نبغى ربحية، ليش ما نربح زي الناس؟ والحمد لله تكونت الفكرة والأعضاء والمؤسسين وصارت جمعية أصايل التعاونية. طيب جميل. أنتم تستفيدون وغيركم يستفيدون، كلميني عن هالعملية كيف تصير؟ أكيد كل إنسان بيستفيد من الجمعية. أول شيء أي مشروع رح نتمسكه الجمعية بيكون ريعه أو دخله أفضل للمؤسسين أو المساهمين فيها، يعني تكون لهم أرباح سنوية. ممتاز. هذا الحرف تكون أرباح سنوية، يعني بدل ما هو بيجلس يستنى الناس متى ما يعطونه فلوس أو شيء، يكون خلاص عضو مؤسس في الجمعية. جميل. طيب إننا نتكلم عن المعرض الدائم الذي أقيم للأسر المنتجة، يعني حاجتكم أو مدى الحاجة إلى هذه الفكرة وتطبيقها؟ مشروع العبية هذه فكرة الأميرة عبير رئيسة الجمعية، الأميرة عبير بنت الملك عبد الله صاحبة السمو الملكي.
كانت دائما تقول ليش ما يكون فيه مقر، ليش ما يكون فيه مقر لكم دائم، ليش في مقر ما يجمع الأسر؟ فالحمد لله الآن صار لنا مقر وصار هوية ومشروع لبيا مشروع قومي كبير. من متى تقريبا بدأتم بالفكرة يعني تطبيقها؟ والله الجمعية الحين على تأسيسها لها توها سنة وتسعة شهور، هي بدأت لها تقريبا سبعة أشهر أي طيب أو ثمانية أشهر تقريبا. جميل لطيف، أنت لك مشاركة، حدثيني عنه مشاركتك في المعرض. مشاركتي في المعرض من الأسر المنتجة، كنا مبتدئين طبعا طريق الانستغرام وبعض المعارض اللي تقيمها الغرفة التجارية، والحمد لله الحين صرنا مكان ثابت من صاحب السمو الملكي الأمير عبير بنت عبد الله آل سعود حفظ الله، وصرنا معرض دائم لله الحمد. طيب وش الفرق بين أول والآن؟ يعني الأول مشتتين ما في شيء يجمعنا، الحين تحت المظلة مظلة العبية الحمد لله على طول مستقر دائم. لك موقع يعني مكان خاص تقريبا لكل مشاركة؟ إيه ولا نعم إيه، كل مشاركة لها محلها الخاص فيها وشغلها. جميل الحمد لله. طيب أستاذ عبد العزيز، أنت فنان تشكيلي ويبدو لك مشاركة أيضا في المعرض، حدثنا عنها. بسم الله الرحمن الرحيم. عبد العزيز الدبل فنان تشكيلي طبعا، بدعوة من صاحبة السمو الملكي الأميرة عبير بنت عبد الله بن عبد العزيز بنقوم باللوحة الجدارية الموجودة على نفس السوق العبية. طبعا سارعت بالموافقة الصراحة، واعتبرها مرحلة انتقالية في حياتي التشكيلية لأسجل في تاريخي أو في سيفي أو ذاتي أن تكون إن شاء الله أن أكبر لوحة جدارية على مستوى الوطن العربي إن شاء الله، وهي مساحة 472 متر مربع في 5 متر الارتفاع. وش يعني؟ تكلم عن اللوحة هذه. اللوحة الجدارية هذه اقتبست أو استيحاء من تراث الدرعية أو تراث نجد بالأحرى لتكون أو تواكب تاريخ التراثي لهذه المنطقة، لمنطقة الدرعية والواقعة فيها السوق العبية طبعا. طبعا استوحيت المباني القديمة والسعف والخوص والخشب والسواني وهذه، فعالجتها في هذه الجدارية تغطي هذا المركز الفخم الكبير إن شاء الله، ويتكلم عن الحرفيين والحرفيات، فإن شاء الله يكون له صدى وصوت ومكانة في هذا الموقع إن شاء الله. طيب إنه نبي نتكلم عن مستقبل هذا السوق، يعني من وجهة نظرك أستاذة بدرية كيف بيكون واقعه بعدين؟ والله السوق فكرة رائعة ومستقبل إن شاء الله باهر، لأنه يضم جميع ما يتعلق بشغل اليد اللي هو هاند ميد، شغل الأسر السعودية. ما راح نقولهم أسر منتجة، أطلقت عليهم الأميرة عبير الله يحفظها صناع الوطن، لأنهم الحرف ذا جدوى اقتصادية مهولة، فمشتتين في كل مكان، ما كانوا يلقون لهم مكان يعني يجون فيه، كان المنظمين يستغلون أماكنهم، يستغلون الأسر ككل. هالحين الحمد لله صار لهم مواقع اللي يبغاهم يجيهم مشروع العبية. مشروع العبية زي ما قلت لك، هي كانت العبية اسم الفرس الملك عبد العزيز الله يرحمه، فالأميرة سمت المشروع مشروع العبية، مشروع ما هو يعني في الرياض في المملكة في الدول العربية كلها ما في زيه، لأنه يضم ما بين الحرف، ما بين الماضي والحاضر، دامجين الماضي والحاضر، يعني بكل فكرة بكل دقة بكل حتى طقة مسمار، فكان شامل لكل شيء. في مطعم في مسميات قديمة طبعا، راح في البروشور هذا مسمياتنا كانت غرشة وكرتة، المحلات اسم مسميات قديمة، المطبخ الناس من أول ما يسمونه المطبخ يسمونه الموقد، فقالت خلونا نطلق عليه الموقد عشان الناس تستوحي هالفكرة انها ما زالت. اسماء المحلات مو اسم فلانة ولا فلانة، لا، مثل في محل كرتة يلصف العكاسة، كل اسم قديم موجود عندنا. طيب وش تقريبا العدد، عدد اللي الان انضموا او المشاركات او اللي يعني لهم اركان خاصة في هذا السوق؟ المشاركات هو حريم ورجال. جميل. مختلط يعني، مو هو بسوق انه نسائي بحت او رجالي بحت، هو عوائل. نقدر نحصل العدد تقريبا عندك العدد؟ تقريبا حوالي 160 أسرة. 160 أسرة ممتاز. طيب
لطيفة، وش مشاركتك في حدثين عن المشاركة وش نوعها بالضبط؟ مشاركتنا عندنا توزيعات وبوكسات لجميع المناسبات، للمواليد، للاستقبالات العرايس، للتخرج، أي مناسبة في وقتها ينزل جميع البوكسات الخاصة بالمناسبة. هذه عينة منها؟ هذه عينة للمواليد، هذه عينة للعرايس، هذا بوكس ممكن تحط اللي بيهدي للعروسة يحط له هدية هنا جاهزة، هذه للخريجات. للخريجات؟ أيوه. طب كيف الإقبال تشوفين عليها؟ والله الحمد لله إقبال، خاصة الحين موسم الخريجات فيه إقبال. صحيح. أي الحمد لله. الخريجات أكثر ها؟ أي الحمد لله. وبيجي بعد موسم إن شاء الله يوم يومين رمضان نبدأ تجهيزات حقت رمضان إن شاء الله. تجهيزات إيش؟ وش بتجهزون رمضان؟ الصواني، الشوكولات، أشياء شعبية، المحافر، السفر الصغيرة، الأشياء زي ذولي يصير فيها عينة عينتين من كل شيء حسب طلب الزمور عندنا لما يجي. جميل. أستاذ عبد العزيز، أنت قلت اللوحة يعني اشتغلت عليها بمجموعة مواد، كم يعني استغرق تصميمها؟ كم وقت، كم يوم؟ والله اللوحة مرت بأكثر من مرحلة، تقريبا من 7 مراحل إلى 8 مراحل. استخدمت فيها جميع الخامات الشعبية لعمل المفاهيمي على هذا العمل الفني، طبعا ألوان الأكليريك وهي من أحد الدهانات القابلة لعوامل التعرية وظروف المناخ، وماخذ في الاحتساب الشمس والمطر، وهذه انها يكون لها عمر طويل. اللوحه جداريه كبيره يعني ممكن تكلف صيانتها، واخذت في الاعتبار انها تكون قابله للعوامل التعريه، ما تاثر عليها الشمس ولا الامطار. وهذه طبعا استغرقت في المده من 7 شهور أو 8 شهور استغرقت المده، وهي مثل ما قلت في البدايه مرت مراحل. الاولى جدارية 98 متر في 5 متر، ثم انطلقت إلى مساحة أخرى، إلى مساحة ثالثة ورابعة. طبعا هي مفصلة على كذا جزئية في السوق، وحاولت أن يدخل فيها العمل المفاهيمي لتحاكي تاريخ والتراث والمباني الطينية، هي مستوحاة من المباني الطينية، فدخلت عليها الخشب والمرازيم لكي تكون ثلاثية أبعاد وتكون منظورها منظور شعبي. ساعدك أحد في الفكرة؟ والله في البداية قبل لا يكون ساعدني في الفكرة هذه، طبعا أنا استوحيت الصور في البداية ودراسة المشروع وكيف أرسم وش أرسم ومن الكلام هذا، بعدين شفت وش اللي رايحة يعني أشتغل عليه من ناحية المعدات والألوان وهذه، فلقيت أن مثل الصقالة يعني الارتفاع 5 متر أحتاج أني عامل يركبها ويصلحها. وإذا في البداية كنت أنا متحمس وأنا اللي بصلح وأنا اللي بفك، بس والله لقيت طيب. يعني شوي جهد. طب إن بنرجع لقصتك هذه في التصميم، يعني مهم نبغى نعرف حكايتها، لكن اسمح لي الآن وأنتم وأعزائنا المشاهدين أن نخرج بهذا الفاصل ثم نعود. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد، نعود إلى استكمال حلقتنا، وكنا وقفنا مع ضيفنا الكريم الأستاذ عبد العزيز. قلت لي 7 شهور، أعطتني تفاصيل، قطعنا مع الفاصل، أكمل. طبعا المراحل هي مثل ما قلت مراحل، بس من ساعدك فيها؟ مثل ما قلت في البداية صقالة وتركيب وتفكيك وذا، فاحتجت أني لازم ضروري أيدي عاملة معي، فحصلت بعض واحد من العمال من دول شرق آسيا، فبس مجرد ان اذا احتجت يدف مثلا الصقالة وانا فوق او كذا بدل ما انزل واطلع في دفه، وبعض طبعا المعدات اللي احتاج اني انقلها من مكان لمكان. بس في التنقيل لكن يبيدك يعني كل شيء؟ طبعا في حاجات بعض الاحيان تحتاج مثل المسافات الطويله، مثلا اساس لون واحد بامكان اني استعين به، طبعا هو دهان استعين بأنه يعطي وجه أساس كامل، وبعدين عاد أنا أجي أسوي التكنيك أو التأسيسات أو التأثيرات أو المخطط اللي في بالي أني أحاول أني أرسم على اللوحة.
جميل. أستاذة بدرية، يعني كل الموجودين في هذا السوق هم يعني سعوديين؟ كلهم سعوديين. كلهم سعوديين. سعوديين وسعوديات. وسعوديات. حتى اللي بالمطبخ اللي هو الموقد، الطباخات سعوديات. جميل. يعني حوالي 8 طباخات، واللي قدم شباب سعودي. طب والأكلات في هالمطابخ هذه؟ الأكلات منوعة، مش في الشعبي، فيه حديث، في حديث على حسب الطلب. إيه؟ يعني في أشياء حديثة في السوق؟ في لا، إحنا دمجنا الماضي مع الحاضر، يعني ما هو إن السوق تراثي بحت ولا هو سوق حضاري بحت، دمجناهم اثنين. اسمه سوق العبية هو؟ العبية مول إحنا سمينا. العبية مول. أعضاء مجلس الإدارة إحنا نقول العبية مول. جميل، هذه من أحد اللمسات الحضارية. إيه، عشان ما يقولون هذا يعني شعبي، بعض الناس ما يحب الشعبي، وهو إن شاء الله يكون راح يكون مزار بإذن الله للي يجونا من خارج المملكة، لأن فيها اللوحات الجدارية، فيها الحرف قدام الناس، فيها أكشاك. حتى كانت صاحبة السمو الملكي تهدى بعد ذوي الاحتياجات الخاصة، حطت لهم أكشاك وطاولات مجانا. يعني كانها جنادرية صغيرة عندكم؟ مصغرة، جنادرية مصغرة. طيب لطيفة، يعني العائد اللي حققتيه من مشاركتك في هذا السوق، يعني نسبة الفائدة كيف ترينها؟ نسبة الفائدة أهم شيء، أن أثبتنا وجودنا في المجمع، وحثوتنا الأميرة عبير الله يجزاها خير، هذا أهم شيء عندنا يعني، والأرباح والأشياء والانطلاقة إن شاء الله أنها في قدام تمشي إن شاء الله. يعني تتأملين عليها في المستقبل؟ لكن طب إلى الآن تراضية يعني عنها؟ الحمد لله. طيب حدثيني أنت، يعني أحد الأسر المنتجة واللي معك من الأسر المنتجة، حدثيني يعني عن ظروفكم بشكل عام، يعني ليست المادية إنما حتى الاجتماعية. أنتم أكيد اجتمعتم علشان أفكار معينة، علشان هوايات معينة، حدثيني عن هذه الأمور يعني والروابط اللي بينكم. والله الأسرة المنتجة كلها مكملة لبعض، يعني المحلات يعني متعاونين مع بعض، والأفكار تقريبا يعني نفس الأفكار، وكل واحد بيساعد الثاني ويكمل ونكمل إن شاء الله بعض بهالناحية هذه. طيب أستاذ عبد العزيز، يعني أنت شاركت باللوحة، وش ودك يعني في المرحلة المقبلة؟ والله قبل ما أكون ما أذكر وش ودي أنا في بهذه المناسبة، قبل لا أنسى الصراحة يسعدني ويشرفني أني أتقدم بالشكر والعرفان لصاحبة الأيادي البيضاء الصراحة، اللي هي والدعم الأساسي، واللي نقلت مرحلة من مراحل عبد العزيز الدبل الفنية التشكيلية إلى صراحة يعني مرحلة لم أتوقعها من ناحيتي في حياتي التشكيلية صراحة. صاحبة سمو الملك الأمير عبير، حلم يعني كأني صحيت صراحة، ولقيت نفسي كأني مبتدي فعلا. يعني 48 سنة الماضية في حياتي التشكيلية ولدت في يوم واحد صراحة من اتصالي. الخطة القادمة بعد هذا المشروع صراحة، أنا أتحمل مسؤولية كبيرة الحين على أعناقي في أن أكون ساعي ولأزيد مساحة اللوحة هذه صراحة، لأنها حملتني مسؤولية المساحة 472 كيلو، لأني أطمح أنها تكون أكبر لوحة جدارية، والمرحلة القادمة أن يكون فيه مساحة أكبر من اللوحة هذه إن شاء الله، سواء كان في منطقة الرياض أو في أي منطقة من مناطق المملكة، لأن مناطق المملكة عامة تعتبر أنا عندي كلها منطقة واحدة. جميل. أستاذة بدرية، يعني إذا جينا نقول فوائد هذا السوق، وش الفتح اللي افتحها على العوائل أو الأسر المنتجة؟ أول شيء افتحت لهم صاحبة السمو الملكي، ما احتوتهم يعني بدامهم زي ما قلت لك في كل مكان، احتوتهم بالعبية مول. احتوائها لهم هي ما هي تقول أنا ما أبغى أي شيء إلا أنكم كلكم تاقفون على رجولكم. يعني حتى الأجار، أجار المحلات طبعا راح يكون للمؤسسين أو المساهمين في الجمعية، قالت شهرين كاملات أنا ما أبي منكم ولا ريال، بعد ما تيجي الرجل عليكم نبدأ ناخذ هي الإيرادات البسيطة، 1000 ريال بالشهر. 1000 ريال. جميل. بالشهر. يعني هذه مساعدة لهم، للأسر تحتويهم. يعني طبعا بعض الأسر ما يبي المساعدة أنك تعطيه مادة، بس توفر له مكان. هي جمعتهم كلهم في المول هذا. طب حدثيني عن ظروف الأسر المنتجة هذه، هواياتهم يعني وش يشتركون فيه، وش مميزاتهم؟ هم حرفيين وحرفيات وصناع الوطن. أعضاء مجلس الإدارة كلهم من الحرفيات،
فتجتمع الأفكار. يعني أنا عندي فكرة، الأميرة عندها فكرة، الأستاذة لطيفة الحمود عندها فكرة، الأستاذة جوهر السدحان عندها فكرة، نعيمة مدني عندها فكرة، كل واحدة منهم عندها فكرة نطرحها وندرسها وننفذها. العبية جمع ناس، بنات، بعضهم بنات بعضهم حريم كبار، بعضهم شباب، بعضهم حتى شياب، وبعضهم زي ما قلت لك احتياجات خاصة. جمعهم العبية يجون يدخلون، يعني مو زي الأسواق اللي تدخلين أنت ما تلقين أريحية، بعض الأسواق ما تلقين أريحية، هي لا تلقين أريحية لأن فيها أماكن للجلسات، أماكن للقهوة، مش سمين القهوة المشراق، في قهوة الدرعية، يعني تجمعين كأنك في ماضي وانتقلتي ما بين لوحة جدارية، ما بين مطعم تراثي حديث، ما بين أسر تشوفينهم، يعني هذا شيء ما تلقينه. صحيح. ما طيب. تلقينه في أي مكان. طب البروشور اللي انت جايبته الان، هذا بروشور عن العبية، طبعا اهدافها ومسميات المحلات، يعني لو تقربونها شوي تشوفون مسميات المحلات قريبه، اللي كرتة وغوايش ويلصف كلمة يلصف اللي هو كان من اول نقول هي السنعه اللي هي الحرمه السنعه، يعني في اشياء كثيره، فاتمنى انهم يشوفوا يقربون يشوفون الاسماء، لان كل نعلق على الاسماء منين جبتوها. صح، يعني الأسماء في الأخير، الاسم الأخير وش مكتوب؟ الموقد، في الصوغة، في ترتر غوايش، قهوة عكاسة، قهوة الدرعية، الديرة، الديرة بقشة. هذا ليش؟ بقشة. أيه. الديرة هذا خاص بالجمعية نفسها، نجمع من المصممات الأزياء وكل شيء ونحط نعرض لهم بالديرة ونأخذ عليهم نسبة بسيطة. جميل، يعطيكم العافية على وجودكم، شكرا جزيلا لكم. احنا وصلنا إلى ختام هذه الفقرة، أشكرك جزيل الشكر الأستاذة بدرية المطيري نائب رئيس مجلس إدارة جمعية أصايل التعاونية، شكرا لك. شكرا لك لطيفة صباحي مشاركة، شكرا لك عبد العزيز الدبل فنان تشكيلي ومشارك أيضا، شكرا لوجودكم، يعطيكم العافية. الله يعطيكم العافية. وحنا نوجه شكرنا للأميرة عبير بنت الملك عبد الله، صراحة احتوت الأسر، بيض الله وجهها. شكرا لكم. أما الآن أعزائنا المشاهدين فننتقل إلى صوت المواطن. قبل 10 سنوات يحمل الشهادة المتوسطة، واليوم يحمل شهادة الدكتوراه وبراءة الاختراع لستة اختراعات، قصة من قصص الكفاح والنجاح بطلها عشوان الدوسري. نشاهد المزيد في التقرير التالي. المخترع عشوان الدوسري الذي حصل على شهادة المرحلة الابتدائية والمتوسطة وجزء من المرحلة الثانوية وانقطع عن التعليم في العام 1409 للهجرة، والتحق بالعمل في القوات المسلحة في مجال الإطفاء والسلامة وذلك لظروفه الخاصة، سجل عددا من براءات الاختراع، ثم شعر بمدى أهمية الشهادة الدراسية لتتويج أفكاره الذي كان يعلم مسبقا أنها ستوصله في يوم من الأيام لمصاف المشاهير في عالم الاختراعات. استكمل دراسته الثانوية ثم التحق بجامعة المؤسس بجدة وحصل على درجة البكالوريوس في الإدارة العامة، وكان لديه الرغبة في الحصول على درجة الماجستير والدكتوراه في مجال إدارة الكوارث، وهو الآن على وشك الحصول على قبول في إحدى الجامعات العالمية. المخترع عشوان الدوسري تمكن من تسجيل عدة اختراعات عالمية وحصل على براءة اختراعات لها كاملة، يحمل الكثير من الأفكار والتوجهات ويؤمن بأن الاهتمام بالاختراعات والمخترعين جزء من تقدم الأمم والشعوب. ومن أهم الاختراعات التي أنجزها ولاقت أصداء عالمية هي عن إخلاء المستشفيات أثناء الحرائق وحجرة الإطفاء الذاتية للمساعدة في إطفاء حرائق الآبار النفط والغاز، وكذلك مخارج الإخلاء للمباني المتعددة واختراع الدرج الآلي للهبوط الاضطراري للطائرات ومخارج الهرب السريع. ما يميز اختراعات عشوان أنه سخر اختراعاته في مجال عمله الذي يزاوله منذ سنوات وهو الإطفاء. أهلا بكم. ضيفنا الكريم في هذا الموضوع في الاستديو معنا عشوان الدوسري وهو مستشار الملكية الفكرية، مرحبا بك أستاذ عشوان. حياك الله. الله يحييك. وسهلا، أشكركم على هذه الإضافة، استضافة شكر لك لوجودك يا تسلم، يعطيكم العافية. طيب، إننا نبي نتكلم عن النقلة اللي صارت
في يعني في وضعك العلمي؟ كنت تحمل شهاده متوسطه بعدين الى ما شاء الله الدكتوراه. الحمد لله رب العالمين. انا كان الدافع الاساسي هو انا طلعت بابتكارات الحمد لله رب العالمين عظيمه جدا. كان السؤال عندنا هنا اكثر السؤال محرج لي بعد الانبهار بالاختراع وبالفكره، ايش شهادتك؟ ايش شهادتك؟ ايش شهادتك؟ يعني كان اختراعاتك تسبق الشهاده. ايوه، والحمد لله رب العالمين كانت هي الدافع لي يعني الى درجه يعني في احد الاجتماعات اللي يقولون يعني نزلت طيارات بدون كفرات، ركبت الطياره مرتين وبالكفاءات نزلت الطياره بدون كفرات. كانت هذه هي الدافع الاساسي. المقياس ما عندنا مقياس احنا للعلم، مثلا ما عندنا مقياس للبحث العلمي، وش ما عندنا مقياس للمخترع، ما عندنا مقياس للعالم، ما عندنا مقياس للباحث، ما عندنا مقياس اللي هو المقياس الاعتيادي اللي هو البكالوريوس والماجستير والدكتوراه. قياس علمي صحيح يعني احنا ما عندنا مثلا علماء، احنا نسخر لهم دكاتره، نسخر لهم مهندسين، نسخر لهم جميع التخصصات والدرجات العلميه لاخراج العلم واخراج افكارهم، افكار العلماء هذول. اضطريت اني انا اضيع 10 سنوات من حياتي في متابعه الدراسه مره ثانيه، الثانوي والبكالوريوس والماجستير، والحمد لله رب العالمين. طيب كانت لكن لما كملت دراستك كملتها في نفس نطاق التخصص تقريبا يعني؟ صحيح. استفدت من دراستك في مجال الاختراع ولا ما لها علاقه؟ انا متخصص في مجال الاطفاء والسلامه، ويبشر انا لاحظت عندي افكار كبيره جدا وانها راح تخدم البشريه ولابد من ادارتها صحيح. فكرت اني كيف يعني اني ابى اديرها. اول شيء لازم اني اخذ لي اتعلم الاداره، اخذت في جامعه الملك عبد العزيز الهيد مانجمنت الاداره العامه، واخذت انا العلوم الامنيه في جامعه نايف العربيه للعلوم الامنيه في الحمايه المدنيه، والحمد لله في احد المؤتمرات حصلت على الدكتوراه الفخريه من الامم المتحده في اداره الكوارث والازمات. نعم، لكن استاذ عشوان يعني يبدو ان الموضوع صحيح انه طورك العلم يعني في موضوع الاداره، لكن في الاختراع انت يعني مخترع بالذكاء، ما له علاقه بالشهاده. ما له علاقه بالشهاده طبعا، الاختراع هو تركيبه لفكر الانسان، لعقليه الانسان، كيف يتعامل مع خبراته في الحياة، مع المعلومات اللي عنده في الحياة، كيف يصيغ من أشياء ثانية، كيف إنه يدمج، وكيف إنه يعني طريقة التفكير تختلف تماما عن الطرق التقليدية. طيب أنت مجموعة من الاختراعات اخترعتها، وش أكثر اختراع يعني تحس إنك قريب منه وتحس إنه فعلا يعني ترجم أفكارك وذكائك في عمل يعني في اختراع معين؟ اللي والله كل الاختراعات كلها يعني تحبها وكلها كلها احبها وكلها يعني الحمد لله رب العالمين، بس اقرب شيء اللي هو الحمد لله رب العالمين. اكثر اختراعاتي كلها في انقاذ الارواح، وهذا انا يعني نرجو من الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا من المحتسبين. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من 3، وذكر علم ينتفع به. كذلك الله سبحانه وتعالى يقول من احياه فكانما احيا الناس جميعا. يعني انا ابغى انقل رساله للعالم، لشركائنا في الكوكب الحي، ان احنا مصدر لحياة الناس، لحياة البشرية، ان احنا يعني عندنا افكار لبناء المجتمع، للحفاظ على سلامة المجتمع، على ارواح المجتمعات سواء كانت محلية، اقليمية، عالمية، بغض الدرجة النظر عن الديانات، عن الشعوب، عن القارات. الحمد لله رب العالمين، الاختراعات من اليابان شرقا الى امريكا غربا، اللهم لك الحمد بفضل الله سبحانه وتعالى. نعم. ثم بجهود صاحب السمو الملك الامير تركي رئيس مدينه الملك عبد العزيز للعلوم التقنيه، واتيحت لي فرصه في وزاره التربيه والتعليم، الامر اللي يشكرون عليه، اني اطبق عليه في اللي هو مخرج الطوارئ، النظام الجديد مخرج الطوارئ. نظام هذا مخرج الطوارئ هذا، هذه فكرتك اللي هو؟ نعم، هو احد اختراعاتي، وهو ان شاء الله اني انا اطمح انه يكون احد برامج الرؤيه 2030، لانه هو راح نستغل اكبر كميه ممكنه من ماده البوليإثيلين اللي هي الماده اللي احنا نصدرها كخام بارخص الاسعار
إلى كمنتج، نصنعه كمنتج ونصدره بقيمة مضاعفة. كذلك راح نحل جزء من البطالة، راح نكون مصانع هنا. احنا الحمد لله رب العالمين يعني حاصلين على براءة اختراع 18 سنة قادمة، ما أحد يقدر ينافسنا على مستوى العالم في تصنيع النموذج هذا. احنا نصنعه من هنا ونصنع الحياة إن شاء الله بإذن الله، وننقل رسالة للمجتمع أن احنا نحافظ على أرواح البشرية عموما. كذلك نغطي الثغرة في من البطالة، كذلك نحتسب الأجر فيه بإذن الله. طيب أستاذ عشوان، ونقطة واحدة بعد هذا اللي هي نسميها الإخلاء بالترفيه. ليه شلون يعني؟ لأن أشوف يعني أثناء التجارب وهذه أنا قبلت أشوف شباب كلهم سوين التجربة في أحد المدارس وكانوا مبسوطين حتى في عملية الإخلاء، لأنه عملية على عملية الانزلاق ما طلعت عليها أتوقع. ما طلعت عليها صراحة. هو شو اسمه يعني راح أسميه له إخلاء بالترفيه. الإخلاء بالترفيه. صحيح. طيب لكن تتوقع أن هذا أو تعتقد في مجمل اختراعاتك أن هذا أقرب اختراع يعني ساهم بالفعل في الإيجابية يعني أو نسبة المستفيدين منه؟ هذا اللي أتوقعه، لأن في عندي اختراع حاضن الطائرات. هذا الاختراع هذا هو الإخلاء بالترفيه. أيوة هذا إخلاء المستشفيات. هذا طبعا سيستم كامل. هذا مثلا في نظام مستشفى جيزان، انا اذكر الحادثه اللي صارت في مستشفى جيزان. هذا الاطفال حديث الولاده ممكن اخلاءهم بكل يسر وسهوله، بحيث انه له سيستم نظام معين يتم اخلاء كل دور دون المرور بالادوار الاخرى. يعمل كذلك على انه اوتوماتيكي، يعني ممكن اربع اشخاص انهم يخلوا جناح كامل يتكون من 60 شخص وبسهوله. في التجارب الاوليه للاخلاء بالترفيه هذه اللي اقول الاخلاء بالترفيه مبسوطين. طب بس يطلعون يعني بعدات كبيره ما في مشكله؟ ما مشكله. احنا اول تجربه سويناها اخلينا 100 خلال نص دقيقه. نص دقيقه؟ خلال نص دقيقه. احنا انا اطمح باذن الله الى حاجز الألف شخص في ثلاث دقائق، ونطمح الى تسجيله في موسع الجنس كذلك. هذا هو الاختراع. ما سبقك فيه احد هالاختراع؟ لا انا حصل عليه عده براءات اختراع من اليابان الشرقي لين امريكا الغرب الحمد لله رب العالمين. هو اختراع بسيط يعني وسهل وبس فكره ذكيه. ايه يعني هذه شو اسمه. واشكر كذلك اللي هو يعني من لا يعني شو اسمه يذكر فضل الناس عليه، في فضل لمدينه الملك عبد العزيز لانتاج المشروع هذا، لوزارة التربية والتعليم ممثلة في إدارة تعليم الرياض، إدارة السلامة، كذلك في الدفاع المدني بقيادة الفريق العمرو واللجنة المشكلة، كذلك في فريق غوث. يعني الحمد لله رب العالمين كانت فيه عدة جهات معنية في المشروع هذا وساهموا معنا في المشروع هذا. هذا اللي زي ما تقول أنا كان هو أقرب اختراع القلب وأعتبر أنه له نجاح. اختراع الطائرات هذا حصلنا على الميدالية الذهبية في المعرض العالمي للمخترعين في ألمانيا، وقتل الاختراع هذا في الهيئة العامة للطيران المدني وفي مكتب ولي العهد الله يرحمه سلطان. كذلك اختراع إطفاء أبار النفط والغاز وإدا في شركة أرامكو. ليش كذا يعني؟ الله أعلم. أتمنى أني أعرف سبب، بس الحمد لله رب العالمين. ما يتسكر باب لا يفتح أبواب بفضل الله سبحانه وتعالى، ونرجو أن الله سبحانه وتعالى أن هذا ما يلقى مصير الاختراعات السابقة إن شاء الله. لا لا إن شاء الله. طيب عشوان، في أقل من نصف دقيقة قلت فيها مجموعة من العقبات تواجه المخترع، من ضمنها يعني شهادته مثلا العلمية. وش نقاط أيضا العقبات اللي يواجهها المخترع بس باختصار؟ المخترع نبغى ناس يفهمون المخترع. يعني احنا عندنا منظمات للمخترعين وللموهوبين، احنا نبغى منظمات يدرسون المخترع نفسيا، يدرسون المخترع سلوكيا، يعرفون المخترع، مش يعرفون انفسهم، مش عندهم قوالب يطبقون فيها المخترع، ان هم يتعاملون مع مخترعين. مقاييسهم يعني ما تناسب كل المخترعين. ما تناسب كل المخترعين. جميل. طيب احنا وصلنا الى الختام، شكرا جزيلا لك الاستاذ عشوان الدوسري مستشار الملكيه الفكريه، يعطيك العافيه. الله يحييك. الله يعافيك. اما الان اعزائنا المشاهدين فوصلنا الى الختام، الى اللقاء.
الرجال